الآن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. وخلال الاجتماع وجه الرئيس إلى الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة بمصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز في الدعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره هذه المدن من فرص ومزايا. من ناحية أخرى، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً آخر ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج. تناول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة للوزارة وما تتضمنه من مشروعات وخطط في إطار برامج الحماية الاجتماعية. وقد وجه السيسي إلى أن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته بهذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع كلف الرئيس السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أفضل الخدمات لهم وزيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها. اندلعت مظاهرات حاشدة في أنحاء ليبيا تنديدا بالتدخل العسكري التركي المحتمل في البلاد، وردد المتظاهرون الهتافات الداعمة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والرفض العدوان التركي المحتمل على بلادهم. وقام عدد من الشباب بمدينة الكفر الليبية بحرق العلم التركي تعبيرا عن رفضهم للتدخل في شؤون بلادهم الداخلية ورفضا لسياسات الدكتاتور التركي أردوغان. في غضون ذلك أصدرت عدة مجالس اجتماعية ليبية وبلديات وعدد كبير من حكماء وأعيان القبائل الليبية بيانات استنكار ورفض للعدوان التركي ودعوة للتصدي له. تظاهر عدد من الإيرانيين أمام جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران، وذلك بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية. وعلت هتافات المحتجين المنددة بالمرشد الإيراني والسلطات، فيما قام بعضهم بتمزيق صور للقيادي العسكري الراحل قاسم سليماني. ورياضيا، تعادل الأهلي أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل منهما خلال لقائهما اليوم بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا لكرة القدم. أحرز هدف بلاتينيوم لاعبه ستانلي نيجالا في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي في الدقيقة 52. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة طرفي المجموعة الآخرين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، فيما حصد بلاتينيوم أول نقطة له بمشواره بدور المجموعات وبقى متزيلا المجموعة.